بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بمشاهدي قناة التميز في مادة الرياضيات. مرحبا بكم من جديد. نتابع الدرس ديال متوازي الأضلاع باراليلوغرام الأولى إعدادي مسار دوري. فالفقرة الأخيرة اللي احنا فيها الآن وهي comment reconnaître un parallélogramme. كيف يمكن التعرف على متوازي الأضلاع؟ إذا سبق شفنا جوج ديال الخاصيات اللي منهم يمكن أن نتعرف على متوازي الأضلاع اللي سون خاصيات عكسية. تكلمنا على الخاصية الأولى اللي هي تتكلم على القطرين. قلنا إذا كان عندنا في رباعي القطرين عندهم نفس المنتصف فهذا الرباعي فهو متوازي الأضلاع. سي اون دوز ان كوادريلاتير لي ديابونال اون ميم ميليو الوغ سو كوادريلاتير اي ان باراليلوغرام. الخاصيه الثانيه قلنا سي اون دوز ان كوادريلاتير نون كوازي لي دو كوتي اوبوزي او لي كو بيان لي كوتي اوبوزي سون اون ميم لونغور 2 ا 2 الوغ سو كوادريلاتير اي ان باراليلوغرام. يعني اذا كان عندنا في واحد الرباعي كل ضلعين متقابلين متقايصين فهذا الرباعي هذا فهو متوازي الأضلاع بحيث الرباعي خصو يكون يعني نون كوازي يعني غير متقاطع. نمشي الخاصية الثالثة اللي هي خاصية عكسية. إذا غادي نحاولوا كذلك من هذه الخاصية نحاول انطلاقا من هذا النشاط هذا نكتشف هذه الخاصية اللي هي غتكون الخاصية الثالثة. Construire un quadrilatère ABCD non croisé tel que AB égale TC et AB parallèle à TC. إذن فأنشئ رباعي ABCD non croisé tel que بحيث أن AB يساوي CD وAB يوازي TC. إذن فغادي ننشئ واحد جوج ديال الشروط في ضلع واحد. يعني عندنا هنا ا بي و دي سي خاصهم يكونوا متقايصين وخاصهم يكونوا متوازيين. اذا نبدا بالانشاء. اذا نبدا اولا بالشرط ديال التوازي هو الاول عاد من بعد ندوز للتقايص. اذا غننشئ ا بي و دي سي مستقيمان متوازيان اذا ننشئ ا بي إذا دابا غادي نشوفو دي سي خاصو يكون يوازي ا بي. إذا فخاصنا نستعملو ليكار باش ننشو واحد المستقيم موازي ا بي. إذا بما أن عندي هنايا الخطوط ديال السبورة يعني متوازين غنحاول نعتمد فقط على الخطوط يعني باش نسرعو شوية. إذا نمشيو للرسم نشوفو الآن مستقيم متوازي مع ا بي باستعمال التربيع الخطوط ديال الدفتر أو الخطوط ديال السبورة. نعم الآن عندي AB و DC راه متوازيين. بقى لي عندي في الشرط الثاني AB يساوي DC. إذا خاص المسافة لا لونغور سيغمون AB إيكال على لونغور سيغمون DC. إذا الآن عندنا الشرطين بجوج، عندنا التوازي وعندنا التقايص. إذا عندنا AB تساوي TC و AB توازي TC. إذا بالنسبة للتوازي قلت راه اعتمدنا فقط على الخطوط ديال السبورة يعني باش نسرعو شوية. إذا نمشيو الآن إلى بغينا نتأكدو غنشوفو الآن واش هذا الرباعي هو متوازي الأضلاع أم لا. أولا نصل بين الرؤوس.
نريد الآن أن نعرف هل هذا الرباعي هو متوازي الأضلاع؟ Est-ce que ce quadrilatère est un parallélogramme ou bien non? On a trois façons باش يمكن نعرف الآن واش هذا الرباعي متوازي الأضلاع. عندنا التعريف خصني نشوف واش كون ضلعين متقابلين متوازيين. Les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. عندنا الخاصية رقم واحد les diagonales en même milieu. يعني قطرين عندهم نفس المنتصف. عندنا الخاصية رقم اثنين les côtés opposés sont en la même longueur 2 à 2. Les ضلعين متقابلين كل ضلعين متقابلين متقايسين. إذا هادو ثلاثة ديال الطرق باش كيعرف. إذا نحاول نستعمل الآن الطريقة الثانية الخاصية الثانية كل ضلعين متقابلين متقايسين. إذا بالنسبة لهادو راه متقايسين بقى لي الآن نتأكد واش هادو تاهما متقايسين ولا لا. إذا غنحاول نستعمل كومبا ناخذ الكومبا ونحاول نعبر هاد نشوف واش متقايسين ولا لا. نعم إذا تلاحظوا فهاد الضلعين كذلك AD et BC en même longueur. Donc ABCD est un parallélogramme. إذا الآن عندنا خاصية جديدة اللي منها غنتعرفوا على متوازي الأضلاع. يعني باش يكون واحد الرباعي متوازي الأضلاع يكفي أن يكون لدينا كل ضلعين متقابل يكفي أن يكون لدينا ضلعين ماشي كل ضلعين ضلعين متقابلين متقايسين ومتوازيين. Donc si dans un quadrilatère non croisé tel que AB égale DC et AB parallèle à DC, alors alors ABCD est un parallélogramme. Ou bien si dans un quadrilatère non croisé on a deux côtés en même longueur et elles sont parallèles, alors c'est alors le quadrilatère est un parallélogramme. Il y a une propriété 3, propriété réciproque 3. Si un quadrilatère non croisé a deux côtés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. يعني إذا كان عندنا في واحد الرباعي غير متقاطع نون كوازي ضلعين عندهم نفس الطول ومتوازيين فهذا الرباعي فهو متوازي الأضلاع. أوتخو موندي بطريقة أخرى يعني هذه الخاصية ريسيبروك 3 بطريقة أخرى سي دون زان كوادريلاتير نون كوازي أون AB باراليل DC et AB égal DC alors ABCD est un parallélogramme. إذا ألف خاصية ثالثة باش يمكن لي نعرف واحد الرباعي واش هو متوازي الأضلاع أم لا فيكفي أن ألاحظ ضلعين من دو كوتي est-ce qu'ils sont parallèles et de même longueur واش هو متوازي ولا متقايسين. إذا كانوا متوازيين متقايسين فهذا الرباعي هو متوازي الأضلاع. إذا نمر الآن إلى أمثلة des exemples. Est-ce que ABCD est un parallélogramme dans les cas suivants? Exemple, est-ce que ABCD est un parallélogramme dans les cas suivants? واش الرباعي ABCD متوازي الأضلاع في الحالة التالية. إذا نشوف الحالة الأولى عندنا ABCD بحيث إذا الشرط اللي عطاونا في هذا الرباعي عندنا AB تساوي 4 DC يساوي 4 والشرط الثاني عندنا AB يوازي DC واش هذا الرباعي متوازي الأضلاع أم لا؟ نعم إذا فهذا الرباعي هذا فهو متوازي الأضلاع سي أن باراليلوغرام كار لي دو كوتي كار أون دو كوتي كي أون ميم لونغور إي باراليل يعني عندنا ضلعين متقابلين متقايسين ومتوازيين. ABCD est un parallélogramme.
نمشيو للحاله الثانيه. اسكو ا بي سي دي تان باراغرام؟ اذا نفس الشيء فلي كونديسيون اللي عطاونا في هذا الدوزيام كا اون ا دي ايغال 2 سنتيمتر et BC égale à 2 cm et AD parallèle à BC. AD est parallèle à BC. AD est parallèle à BC. Dans ce cas, ABCD est un parallélogramme car on a deux côtés opposés en même longueur et elles sont parallèles. Donc ABCD est un parallélogramme. Donc deuxième cas, ABCD est un parallélogramme. Sur le troisième cas, est-ce que ABCD est un parallélogramme? On a les conditions, il y a Tauna. Tauna AB égale à 3, DC égale à 3, et on a une autre condition. On a ce droite qui est perpendiculaire à AB et DC, c'est-à-dire que AB et DC sont parallèles. Donc, ABCD est un parallélogramme car on a deux côtés qui ont même longueur et deux côtés opposés de même longueur et parallèles. Donc, ABCD est un parallèle. إذا نمشيو للحالة الرابعة عندنا A B C D. Les conditions اللي عندنا عندنا A B égale à 3 et D C égale à 3. Est-ce que A B C D est un parallélogramme؟ إذا عندنا ضلعيني متقابلين متقايسين. إذا هذا il n'est pas un parallélogramme car les deux droites AB et DC n'ont pas parallèle. Il y a ni باش يكونوا قلنا متساويين باش يكون هذا الربع متوازي طلع خاص يكون عندنا ضلعين متقابلين متقايسين ومتوازيين عندنا فقط تقايس اذا هذا فهو ليس متوازي طلع. AB et CD n'est pas parallélogramme. نمشيو للحالة الخامسة. On a A B C D tel que. إذا الشروط اللي عندنا عندنا هنا نفس القوداج ميم قوداج سيتادير كو A B إيكالا A C D et on a une droite qui est perpendiculaire à A B à D C c'est-à-dire que A B et D C sont parallèles. Donc on a AB et DC en même longueur et parallèle. Est-ce que ABCD est un parallélogramme? Donc non, il n'est pas parallélogramme car c'est un quadrilatère croisé. ABCD. Il y a un rubaï, 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 il y a un ومتوازيين لكن الرباعي فهو متقاطع اذا وبالتالي فهذا الرباعي ا بي سي دي فهو ليس متوازي العطاء اذا ا بي سي دي ني با باريلوغرام. نمشيو للحاله الاخيره عندنا A B C D بحيث أن عندنا هنا هاد الكونديسيون اللي عطاونا الشرط اللي عطاونا أن عندنا واحد المستقيم هذا إلي بيربونديكيلار A B بيربونديكيلار A D C سيتادير كو A B D C سون باراليل إذا عندنا هاد الرباعي A B C D بحيث A B و D C هما متوازيين واش هاد الرباعي متوازي طلع إذا إني با باراليلوغرام كاغ
les deux droites, les longueurs de AB et de C, ils n'ont pas même longueur. يعني باش كنا باش يكونوا متوازي الاضلاع خاص يكونوا متوازيين وعندهم نفس الطول. هنا ما عندناش نفس الطول، عندنا فقط توازي. ABCD n'est pas pareil. ABCD n'est pas pareil par l'hologramme. إذن مشاهدينا الأعزاء، نكون بهذا قد انتهينا من هذا الدرس ديال باراليلوغرام. الآن غنحاول نضيف بعض التمارين ونمر إلى الرباعيات الخاصة لكوادغيلاتير بارتيكولي. إذن نشكركم على حسن انتباهكم وإلى موعد لاحق إن شاء الله.